في عهد المخلوع الدكتور عصام العريان في برنامجي في تاريخ الأسرى، البرنامج الوحيد الذي فتح أبوابه للإخوان المسلمين. عندما تدق التاسعة مساء أنت على موعد مع الشعب يريد التغيير. الحكومة دي حكومة إخوان، حكومة ربنا كفوان، يعني بيحطونا كلنا في سلة واحدة. أجرأ برنامج سياسي. نموذج الحكم الإسلامي في خطر. أنا بعيد استساخ حزب وطني جديد. طول ما احنا بنخون بعض وننقب بعض مصر مش هتقدر. ما تخونوناش. نفضح الفساد، نكسر القيود. أنا بقول له نصوص القرآن تقولين بقى القرآن بأي صفة. نتصرف تصرفات تختلف عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نقول نحن دعاء. هؤلاء تحولوا إلى شرائط كسر. نتجاوز الخطوط الحمراء. أنت بتوجه اتهامات خطيرة. في حالة انحطاط تاريخي. مش أنت قلتي لي مفيش سياسة وانتماءات؟ صح، مفيش انتماءات. نكشف ما وراء الكواليس. في بزنسة. احنا بنجيب اشخاص مسؤولين عن كلامهم. المصريين غير راضيين عن هذا المنهج. اتأذيت بافلام عادل امام وروايات ابراهيم عادل امام. طبعا اتأذيت. النظام السابق وانت حليفه امريكانيه وعمال تدي تهم ناسبه مع هاله سرحان. انتمائي للقوات المسلحه والوطن. المعركه الحقيقيه ما زالت مؤجله. احنا في ظرف استثنائي تاريخي سياسي. قلادات لا تمنع احد ان هو يحاسب امام الشعب. بس لو كان سمع الكلام كان دخل التاريخ، ما دخلش السجن. الثوره وبين قوسين كده عمل التي سرقت. نحن لا نخاف.